بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن النظام في كل شيء هو أساس النجاح. إذا أردت أن تنجح في حياتك فابني حياتك على التنظيم، وتعلم من قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تعلم من قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونجد أن من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء في هذا الكون بنظام دقيق، من الأدلة على ذلك حركات الكواكب وسكنات الكواكب: الشمس، القمر، النجوم. تجد أن هذه الكواكب تبزغ بنظام وتغرب بنظام، تخرج بنظام وتنتهي بنظام. وتقرأ القرآن الكريم فتجد آيات متعددة تؤكد هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي تقول: هذه الكواكب التي نراها بأعيننا، نشاهدها بأبصارنا، تخرج بنظام وتغيب بنظام. هل رأيتم في يوم من الأيام أن الشمس تأخرت عن موعد ظهورها؟ هل رأيتم في يوم من الأيام أن الشمس تأخرت في أفولها؟ هل رأيتم في يوم من الأيام أن القمر في ليلة الرابع عشر من الشهر العربي لم يصبح بدرا؟ هل رأيتم في يوم من الأيام أن القمر في أول الشهر ظهر كما يظهر في ليلة الرابع عشر مثلا؟ كل شيء يسير بنظام. ونجد هذا المعنى في عشرات الآيات القرآنية. يقول الله عز وجل في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما معنى هذه الآيات الكريمة بإيجاز؟ معناها بإيجاز أن هذا الكوكب العظيم الشمس تجري لمستقر لها في دوران معين لها، تجري لمستقر لها، ذلك الجريان تقدير الخالق عز وجل الذي لا يغلبه غالب، ذلك تقدير العزيز الذي لا يغلبه غالب.
الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي كل تصرفاته. والقمر قدرناه منازل، أي قدرنا له دوران معين ومنازل معينة وأماكن معينة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد في نهاية الشهر، حتى عاد كالعرجون القديم. والمقصود بالعرجون القديم قن النخل الذي عندما يتأخر أو عندما يصيبه اليبس يتقوس ويرق ويتحول. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون، كقنو النخل القديم. ثم يبين الخالق عز وجل الأدلة على أن هذا الكون كل كوكب فيه لا يتأخر عن موعده ولا يتقدم عن موعده. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يصح للشمس أن تدرك القمر، وكذلك القمر لا يصح له أن يدرك الشمس، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك في مداره، وكل في فلك يسبحون. إذن ما الذي نأخذه من هذه الآيات الكريمة؟ نأخذ من هذه الآيات الكريمة أن هذه الكواكب التي لا غنى للإنسان عنها، إنما أوجدها الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق وبترتيب محكم وبتنسيق بديع، وكل ذلك يحملنا على أن نبني حياتنا على النظام، لأن النظام ما وجد في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه. وشبيه بهذه الآيات الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لما؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. عندما تجد القمر في أول الشهر يبدو صغيرا، تعرف أنك في أوائل الشهر. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نرى القرآن الكريم يسوق لنا ألوانا وألوانا من الأدلة ومن البراهين التي نراها بأعيننا على أن هذا الكون قد أوجده الله سبحانه وتعالى بهذا النظام المحكم. فعلينا أن نبني حياتنا على النظام، في مأكلنا، في مشربنا، في نطقنا، في سكوتنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، في عقائدنا، في تعاملنا مع غيرنا. ومتى سرنا في هذا الطريق، فتح الله علينا بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.